المحاضرة السابعة عن الجرام بوزيتيف كوكساي. احنا قلنا شنو الفروقات الرئيسية ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف؟ اكو فرق رئيسي موجود بيناتهم. شنو الاختلاف الرئيسي ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف؟ يا جزء من البكتيريا دكتور، طبقة البيبتيدو جلايكان اللي هي تكون جزء من شنو؟ من السيل وول، بتكون ثيك بالجرام بوزيتيف. صح. اذا الاختلاف الرئيسي ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف هو طبقة السيل وول اللي هي تكون مختلفة ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف ببعض الاجزاء. مثلا عندنا بالجرام بوزيتيف تكون طبقة البيبتيدوغلايكان هي الطبقة الثيك، وينما تكون بالجرام نيجاتيف تكون طبقة ثين، بينما بالجرام نيجاتيف اكو تركيب الليبو بوليسكرايد واللي يعتبر الاندوتوكسينز بالنسبة للجرام نيجاتيف ما موجود بالجرام بوزيتيف. ونفس الحالة بالجرام بوزيتيف اكو تركيب التيتريك اسيد اللي يساعد وإلى دور جدا فعال از فيرولنس فاكتور بالنسبة للبكتيريا، موجودة بالجرام بوزيتيف وما موجود بالجرام نيجاتيف. اخذنا المحاضرة اللي راحت عن السنترال نيرفوس سيستم انفكشنز، وعرفنا شنو البكتيريا اللي تسبب هذه الامراض وشنو الاستيجات مالتها وشنو الدياغنوسيز وشون نسوي الدياغنوسيز وشون نسحب العينة. هسه راح نحكي عن الجرام بوزيتيف كوكساي ونشوف شنو الأمراض اللي ممكن تسببها. الجينس الأول هو الستافيلو كوكس. الجنرال كاركتركسيس مالتها الستافيلو كوكساي ار نون سبور فورمينز. أنا قلت لكم أكثر من مرة لازم نعرف البكتيريا ضمن التشخيص أو ضمن الكلاسيفيكيشن أو ضمن الكاركترايزيشنز مالتها لازم نعرف إنه هي سبور فورمينج أو نون سبور فورمينج. ليش؟ قلنا لأنه مهم جدا خاصة بالنسبة للأشخاص اللي يشتغلون على عزل البكتيريا أو زرع البكتيريا، لازم تكون عندهم معلومات عن البكتيريا أو بالنسبة خاصة لتجيهم suspected sample of non-spore forming or non-motiles. It's very important for the lab technicians to identify this type of bacteria. Microscopically, these organisms are typically found in grape-like clusters. وبالتالي في سحول الستاف، لأن كلمة الستاف اللي لاتينية هي معناتها شكل الجريبس، فيكون جريب like clusters and tetrads as well as in pair and sometimes in short chains. ما نقول in long chains، ليش؟ عندنا بعض ستريبتوكوكساي هي اللي تكون in a long chain. فبالتالي فالصفات الرئيسية بالنسبة للستافيلوكوكساي اللي هي non-spore formings, non-motile, gripe-like clusters with tetrads and founded like it's possibly found as a short chains. Non-capsulated bacteria اللي هي ما تولد أي نوع من الكابسولز. The staphylococci are facultative anaerobes. They will grow in the presence or absence of the oxygen depends on the environment. يعني وقت ما احتاجت انها تنمو في ظروف لا هوائية راح ممكن تنمو في ظروف هوائية، واذا كانت في ظروف هوائية ممكن تنمو في ظروف هوائية. فمن قلنا facultative anaerobes إنه it's possible to grow on anaerobic conditions. ليش نذكر facultative anaerobes؟ لانه اغلب انواع البكتيريا اللي هي الايروبس ممكن يصير بها dead if they grow under anaerobic conditions. بما معناه إنه البكتيريا إذا كانت هوائية عند عدم توفر ظروف الهوائية فالبكتيريا ما تقدر تنمو. فلهذا إحنا من نقول facultative anaerobes it can possible grow on the aerobes in the presence or absence of the oxygen. Under the general characteristics of the staphylococci, when you grow on a blood agar, the staphylococci for small 1 to 2 micrometers, smooth, rounded colonies that are often pigmented and may be surrounded by a zone of
beta hemolysis. Let's understand what is this. For examples, when the bacteria grow on the blood agar, it forming the colonies. That this type, what is the colonies that formed? The colonies formed as smooth, rounded colonies that are often pigmented and surrounded by beta hemolysis. شنو يعني بيتا هيمولايسيس؟ شنو معنات البيتا هيمولايسيس؟ البكتيريا تحلل كريات الدم الحمر تغذى عليها بشكل كامل، تسوي لها تحلل كامل. أحسنت. فالبيتا هيمولايسيس معنات الكومبليت هيمولايسيس of the red blood cells founded into the agar, وبالتالي راح تكون إنه مثل منطقة الهالو اللي هي تكون شنو شفافة. Staphylococcus are very hardly organisms and can resist drying, withstand 10% of NaCl growth and will survive a temperature between 10 and 45 centigrade. It's important to understand this because we have to know what type of disinfectant we have to use when we want to clean or discontaminate the types of staphylococci. So as a result, this is types of staphylococci. It resists drying, withstand 10% NaCl growth, survive at temperature between 10 to 45 centigrade. Staphylococcus are catalase positive. They reside on mucous membrane, skin, and anterior nares. طبعا احنا لازم نعرف شغله واحده، انه Staphylococcus تحتوي على عدد كبير من السترينز. هاي السترينز اكو اختلافات بيناتها. شنو الاختلافات اللي ممكن نقسم بيها under the group of the Staphylococcus؟ aerobic acid productions from different carbohydrates. انتاج الاحماض من فرمتت السكريات ممكن يعتبر كصفه تشخيصيه او صفه تصنيفيه ما بين species of the staphylococcus. coagulase activity الهيمولايسيس، شنو يقصد بالcoagulase activity؟ هل strains الموجوده under the family of staphylococcus لها قابليه على انه التجلط الدم بإنتاجها الكوغوليز إنزيمز أو لا؟ والهيموليسيز ما هو نوع التحلل الدموي اللي تقوم بها البكتيريا الستافيلوكوكساي سترينز؟ هل هو ألفا؟ هل هو بيتا؟ هل هو جاما؟ Nitrate reductions is also maybe used as a point of classifications for the staphylococci species. Genetic method, ribotypes, DNA hybridizations is also used for the classifications of the species under the staphylococci family. من نجي على الكوغوليز برودكشنز اللي هو الانزيم المسؤول عن التجلط، يقسم الستافيلوكوكساي into two major groups. Coagulase positive. The coagulase positive فيني والستافش ليفير سبيشيز. الكوغوليز and the coagulase viable species are regarded as potentially serious pathogens. إذن وجود صفة إنتاج إنزيم الكوغوليز يعتبر من أهم الصفات المهمة بالنسبة للسترينز of staphylococci التي لها القابلية على أن تكون pathogens. الكوغوليز نيجاتيف staphylococci epidermis saprophytes and maybe other species. إذا نشوف الفروقات ما بين الكلاس A والبي، راح نشوف أغلب الكوغوليز بوزيتيف هي البكتيريا الممرضة، وبالتالي يعتبر الكوغوليز activity is important features for the strains that it can be as a pathogens. وبالتالي فلهذا يكون الكوغوليز بوزيتيف for some groups and coagulase negatives for other groups اللي هي يعني ما أغلب strains مالتها تكون non-pathogenic. ويا شباب تمام.
شيء أكيد وشيء مهم لازم نخلي بالنا شغلة واحدة، إنه دائما البكتيريا من اتطورت إلى pathogens عندها فد number of features that يعني اتطورها within the time to become resistant to antibiotics. إحنا نعرف إنه التريتمنت الوحيد لمقاومة البكتيريا إضافة للجهاز المناعي الموجود جسم الإنسان هي شنو؟ أخذ الانتيبايوتكس. الانتيبايوتكس هي عبارة عن مركبات كيميائية وحيوية لها القابلية على القضاء على البكتيريا. In general, the staphylococci are variable sensitive to antimicrobial drugs. Resistance could be produced by productions of beta-lactamase اللي هو البنسلينase. It's controlled by the plasmid. These they are resistant to the penicillin and cephalosporins. البنسلين بمجموعة بإنتاجه أكو مجموعة سحول البيتا لاكتام. البيتا لاكتام هاي الحلقات البيتا لاكتام موجودة بالبنسلين تكون لها قابلية الميكانيزمز مالتها تشتغل على السيل وول أوف ذا بكتيريا. فالبيتا لاكتام اللي هو تايبس اوف انتيبايوتكس من يهاجم الخليه يهاجم السيل وولز، فمن يهاجم السيل وولز يؤدي الى ديجريديشنز اوف ذا سيل وول، بالتالي انه الخليه تموت. هذا الميكانيزمز مال انتيبايوتكس اللي هو الفيرست جنريشن البنسلين والسيفالوسبورينز. هاي البكتيريا شنو اللي طورته؟ طورت مجموعه من الانزيمات عن طريق طبعا ميوتيشنز وعدد من الابيجينيتكس ونقدر نعتبره جينيتك فايريشنز. صار اكو البيتا لاكتميز. البيتا لاكتميز اللي هو البنسلينيز هذا الانزيم تنتجه البكتيريا الى قابليه على انه شنو؟ على انه يحلل طبقة البيتا لاكتام اللي موجودة بالانتيبايتك، وبالتالي الانتيبايتك تكون ريزيستنت للبنسلين. شلون تكون ريزيستنت للبنسلين والسيفالوسبورينز؟ عن طريق برودكشنز اوف ذا بيتا لاكتام اللي موجودة بالبكتيريا، البيتا لاكتام موجودة بالانتيبايتكس، وبالتالي ذا انتيبايتكس ويل هاف نو ميكانيزمز اوف ورك to destroy the cell wall of the bacteria. طبعا more than 95% of staphylococci isolates are resistant to those antibiotics. طبعا الجزء الكبير من هذا الشيء اللي صار هو نتيجة الـ abuse of antibiotics. اي واحد بينا شاف صار عنده احتقان بالبل عمره misuse of the antibiotics، وبالتالي البكتيريا بالمقابل طورت عدد من الميكانيزمز لمقاومة الانتيبايوتكس، وبالتالي تظهر عدة سلالات من البكتيريا تكون مقاومة لأغلب أنواع الانتيبايوتكس المعروفة. وبالتالي فلهذا العلماء طوروا البنسلين إلى ألفا اللي هو صار الأوغمنتين اللي هو بنسلين بلس كلوفيونيك أسيد اللي ينضاف للبيتا تامز واللي هو ممكن انه يقاوم الستافيلوكوكساي. ليش؟ لانه البنسلينيز او اللاكتميز بيتا لاكتميز ما راح يشتغل على الانتيبايوتيك، وبالتالي ممكن يكون فعال. الميثسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكساي ارياس اللي هو يعتبر يسموها المرسى. المرسى طبعا وايد داون بكتيريا موجودة بالمستشفيات، دائما يسمعون انه اكو شيء اسمه مرسى اللي هي الميثسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس ارياس. الميثسيلين از بيتا لاكتميز ريزيستنت. The response genes may be resides in the plasmid or mostly the chromosome. This character is important especially in the nosocomial infections. مثل ما قلت لكم موجودة بأغلب المستشفيات ومسؤولة عن أغلب الأمراض النوزوكوميالز، فممكن أنواع من هذه الستافيلوكوكوس أرياس تطور في الميكانيزمز خاصة، وطبعا الميكانيزمز مطولة منها الرفلكس أوف the antibiotics داخل السيل وولز يسوي يدفع الانتيبايتك الى الخارج. فنخلي بالنا شغله واحده انه المرسى تختلف عن ستاف اوريوس.
الطبيعية. يعني مو كل الستاف أوريوس هي مرسل، بعض الستاف أوريوس اللي صار عليها بعض من الطفرات الوراثية صارت مرسل، اللي هي مثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكوس أوريوس، وقلنا أكثر شيء تجي من العزلات اللي موجودة بالمستشفى. البكتيريا ريزيستنت the beta lactamase class which is include penicillin derivatives and cephalosporin. The only antibiotic available to kill MRSA are the powerful and potentially toxic options such as vancomycin. خلي بقى ان شاء الله واحدة المرسا تكون اخطر من الستاف اوريوس مثل ما قلت لكم، ولهذا الانتيبايوتيك اللي يقضي على المرسا يكون له سايد افكت مثل الفانكومايسين. فلهذا ليش هذا الشيء صار؟ لانه البكتيريا طورت في الميكانيزمز قامت تقاوم اغلب الانتيبايوتيك وخاصه دكتور بس قلت من الاخطر صوت القطع اخطر من الستاف اوريوس الطبيعي المرسا المرسا مثل ريزيستنس ستافيلوكوكوس أوريوس تكون اخطر من الطبيعيه. ليش؟ لانه هاي طورت في مجموعه من الطفرات اللي صارت شنو اللي قامت تقاوم الانتيبايوتكس وضمنها كل الكلاسز اوف ذا بنسلين ديريفيتس، وبالتالي شنو ضمنها السيفالوسبورين، وبالتالي شنو اللي صار؟ صارت القوه مالتهن انه تقاوم اغلب الانتيبايوتكس. فقط الفانكومايسينز هو اللي يعتبر ك powerful and potentially toxic to the bacteria اللي هو ممكن يقاوم المرسل. ثلاثة البلازميد mediated resistant to tetracycline, erythromycin and aminoglycosides. طبعا من دي نحكي هاي الجروبات يمكن انتم ما مطلعين، طبعا هاي الجروبات مال الانتيبايوتكس اللي قاعد نحكي عليها طبعا huge numbers of antibiotics، وبالتالي دي نشوف انه كمية كبيرة من الانتيبايوتك تتقاومها الستافيلوكوكوس أوريوس. نجي على انتيجينيك ستراكتشرز التيتشويك اسيد البيبتيدوغليكان لينكت ليبوتيتشويك اسيد اخذناها الممبرين اسوشيتد بروتكت ديم فروم ذا كومبليت ميدييت اوبزينايزيشن. احنا حكينا من اخذنا بستراكتشر مال سيل وول ضمنها التيتشويك اسيد او ليبوتيتشويك اسيد قلنا الا فد دور معين هي الفيريولنس، فالدور مالته هو يحمي البكتيريا من الكومبليمنت ميدييتد اوبزينايزيشن. شنو الكومبليت اميون اوبزينايزيشن؟ احد عنده فكره؟ احد عنده فكره شنو الكومبليت ميدييتد اوبزينايزيشن؟ ما فايت عليكم كلمه اوبزينايزيشن؟ دكتور هي الكومبلمنت تسوي الكومبلمنت تسوي اوبزينايزيشن. صح، شنو معناته؟ يعني شنو الشيء تسوي الاوبزينايزيشن؟ جزء من الايسر لا احنا بدنا نحكي بكتيريا. دكتور يمكن سموم؟ لا دكتور يعني هي تتعرف بس على البكتيريا. صح، انه اكو ريسبتورز خاصة تساعدها انه تعرف عليها، انه الاميون سيستم راح يلتم على البكتيريا ويرسل ساينز هاي ساينز سوري كومبلمنت يلتم على البكتيريا الدس ساينز للاميون سيستم. صح، سي 3 والسي 4 الاوبزينايزيشن هو مثل يعني التايبس اوف انتي الانتي بوديز والكومبلمنت سيستم راح يعرضون البكتيريا بالانتيجين بريزنتنج سيلز. الانتيجين بريزنتنج سيلز راح تنبه جهاز المناعي بوجود جسم غريب وهو ضمن هالبكتيريا، وبالتالي راح تكون اكو استجابه مناعيه له. فهذا هو الاوبزينايزيشن. إذن أول واحد عبرنا شنو هو الليبوتيتشويك أسيد. النوع الثاني هو البروتين A يونيك ستركتر تو ستاف أوريوس. It is responsible for agglutination test known as co-agglutinations. إذن المسؤول عن الagglutinations هو منو؟ هو البروتين A. It's combined with Fc portions of the IgG molecule and leave the Fab portions of the IgG that bound to the protein A.
is free to combine with a specific antigen. This, it's reduced the false positive reactions by allowing the homologous antigen to bind to the FAP portions. طبعاً هنا البروتين بخلال تيست الكوأجولاتيشن إيش راح يسوي؟ راح يرتبط بالفسي بورشنز مع الأيجي ويعرف ويعوف الفاب بورشنز. إحنا نعرف إنه الأنتيبادي يتكون من جزئين رئيسي، الفسي بورشنز اللي هو يعتبر ريسبتر أنتيجينيتكس اللي موجود عليه، الأنتيجينيتك فايريشن موجود بالفسي بورشنز، والفاب هو اللي يعتبر مثل الجسد مع الأنتيبادي يترى بروتيني، وبالتالي نتجنب الفولس الفولس بوزيتيف. ليش؟ لانه اذا ارتبط بس بالفسي بورشنز راح يطلع عندنا بوزيتيف كوأجولاتيشنز، بس اذا ارتبط بكل الانتيباديز ممكن وما يرتبط بالفسي بورشنز، مجرد يرتبط بالفاب فممكن يطلع فولس بوزيتيف، هي ماكو بس مجرد يرتبط. فلهذا الهاي سبيسيفيتي اوف ذا بروتين اي بارتباطه بالFC portions of the IgG يعتبر كدليل جدا تشخيصي ناجح لوجود الستاف أوريوس بالنسبة للسسبكتد سامبل. ضمن المواصفات الخاصة بالبروتين A، البروتين A has anti-complementary, anti-phagocytic and elect hypersensitivity and platelet injury. إذا فعاليته تكون مضادة للجهاز المناعي، anti-phagocytic, anti-complementary and elect hypersensitivity، يساعد على تفعيل الحساسية والplatelet injury. الكابسولار polysaccharides 11 serotypes have been reported also inhibited the opsonizations. البeptidoglycan outer cell wall confer rigidity and structure integrity can lead to the fever and alternative complement activation that lead to inflammations followed by the leukopenia, thrombocytopenia and shocks. وجود طبقة البيبتيدوغلايكان تساعد على تحفيز الـ alternative complement system activations وتقود إلى inflammations، وراها تكون أكو يصير التهابات في الجهاز اللمفاوي والthrombocytopenia، وبالتالي يصير نصاب بالشوك. الشخص يصاب بالشوك يعني شنو؟ يصير عنده صدمة، يصير حول الصدمة السمية، يعني يفقد الوعي نتيجة انتشار التوكسين داخل الدم مالته بالمجرى، بالتالي يصير عنده الشوك. In addition, a specific cell wall associated surface of proteins of the staph aureus that bind to matrix protein such as a fibronectin, fibrinogens, clamping factors, collagens, bone sialoprotein etc. These binding activates are through body sites and specific cell types. أحد مفاهم لحد الآن؟ بعد عنده سؤال؟ نعم نكمل. التوكسينز and enzymes. Staphylolysine واحد من الانزيمات اللي تنتج الستاف أوريوس، exotoxins and they are alpha, beta, gamma and delta hemolysins. ضمن هاي الستافيلولايسين اكل الفا هيمولايسين الديرمو نيكروتيك بروتين ديسولف رابت اريثروسايتس، ديسولف رابت اريثروسايتس. اذا الصفة التشخيصية بالنسبة للالفا هيمولايسين انه يقوم بتحليل دم الارانب، دامج البليتليت اند هاز باورفول اكشنز اون فاسكولار سموث مازلز، والى تأثير على العضلات الباسكولار، العضلات الموجوده بالاوعيه الدمويه. البيتا هيمولايسين ديسولف شيب اريثروسايتس، الصفه التشخيصيه الا انه يقوم بتحليل دم
37 centigrade and 18 hours at 10 centigrade. This is called hot and cold reactions. ليش hot and cold reactions؟ ممكن بدرجة 37 ساعة واحدة وبدرجة 18 ساعة بدرجة 10 centigrade. Antigenicity is distinct from the other hemolysin. Both two enzymes are toxic for human erythrocytes. إذن الألفا والبيتا هم اثنيناتهم توكسيك للهيومز. فشون نميز ما بين الألفا هيمولايسين والبيتا هيمولايسين؟ الألفا هيمولايسين له قابلية على التفكيك الكامل، على التحليل الكامل لرابط الإرثروسايت، بينما البيتا هيمولايسين له القابلية الكاملة على التحليل الكامل للشيب إرثروسايت. واثنيناتهم شنو؟ اثنيناتهم يعتبروا الجاما هيمولايسين is lytic for erythrocytes from different mammalian species and also cytotoxic for the leukocytes. الجاما toxins has also been proposed to play a role in the pathogenesis of toxic shock syndrome TSS together with toxic shock syndrome toxin TSS T1. التوكسيك شوك سيندرومز يعني سحالة متلازمة السمية، متلازمة السمية اللي هي تنتج عن طريق الستافيلوكوكسايد. فلهذا الجاما توكسينز شافوا انه ممكن له دور معين في هذه التوكسيك شوك سيندرومز. الدلتا هيمولايسينز ديسولف ارثروسايتس اوف ذا شيب مايس الجينيا بيجز الرابت الهورسز الرات as well as a human الليكوتوكسيك as well as ديرمونيكروتكس. الليكوسيدين سحولة بانتون فالنتين ليكوسيدينز، بانتون فالنتين ليكوسيدينز found in 5% of all staph aureus، إذا مو موجود بكل الأنواع أو strains of the staph aureus and in 50% of one from the abscess. Lethal to polymorphic nuclear types of the leukocyte disturb their membranes through pore formation which is due to the increased permeability. النوع الثالث الانتيروتوكسينز، it's a neurotoxin affect the vomiting center in the central nervous system. هي انتيروتوكسينز دي تأثر على الجهاز الهضمي بسبب الفومتينج which causes vomiting and diarrhea. The infection need to presence of the bacteria while the toxication does not need. فبالتالي انه وجودها بعض الانواع الانتيروتوكسينز هاي اللي موجودة بتحتاج الى وجود البكتيريا، وبعض الانواع لا ما تحتاج الى وجود البكتيريا. Toxic shock syndrome toxin 1 found in almost all staph aureus strains isolated from an individual suffering from the TSST. نوع من التوكسينز اللي يسبب لنا التوكسيك شوك سيندروم، سحلة التوكسيك شوك سيندروم توكسين تنتج اغلب الانواع من الستاف اوريوس سترينز، ويعزل من الاشخاص اللي يصابون بالتي اس اس تي. About 90% of the healthy individuals have the antibodies against TSST1. يعني ما معناه انه نسبة الإصابة جدا عالية ما بين المجتمعات. ليش؟ لأنه سهلة الانتقال البكتيريا ومتواجدة ويانا بالانفايرومنت، وممكن وقلنا أغلبها من السترينز تنتج هذا TSST، وبالتالي فنلقى أغلب الأشخاص ويكونون عندهم بوزيتيف للانتيبوديز اجين ذا تي اس اس تي 1. The TSST patients either do not have the antibodies or have them at very low levels. This type of toxins characterized as super antigens. شنو super antigens؟ The super antigens يعني إلى خصائص antigenicity عالية، وبالتالي حفز الجهاز المناعي على أعلى المستويات. Is potent activations of the T lymphocytes lead to the release of cytokines such as interleukin and the tumor necrosis factors. من نقول على نوع من التوكسينز هو سوبر انتيجين، شلون احنا نقول هو من اسمه سوبر انتيجين، يعني انتيجينيسيتي مالته جدا عاليه. فبالتالي السوبر انتيجينز اللي تنتج هذه البكتيريا اللي هو تي اس اس تي 1 راح يحفز الجهاز المناعي على اعلى قدر، وبالتالي ينتج من عنده التي لمفوسايتس اللي هي تؤدي الى release of cytokines such as interleukin and tumor necrosis factors. ف
النوع الخامس من التوكسينز اند انزيمز هو يسحول الابيديرمولايتيك توكسينز او الاكسوفوليتيد توكسينز اي تي. It's involved in the staphylococci scalded skin syndrome. يختلف عن ال STT هذاك ال TSS 1. هنا يكون السحولة الستافيلوكوكساي سكالدد سكين سيندروم مرض يصيب الجلد mostly phage group 2 strains of staph aureus controlled by the plasmid or the chromosomal genes or both. يعني ممكن موجود هو بالبكتيريا اصلا ضمن الكروموسومال بكتيريا او ممكن ينتقل عن طريق البلازميد الى البكتيريا بسبب لها طفرة وتكون قادرة على انتاج الابيدورمولايتيك توكسين او الاكسوفوليتيف توكسين. الانزيم السادس هو الكوغوليز البلازما كلوتينج بروتين ديبوزيت فايبرين اون ذا سيرفيس اوف ذا ستافيلوكوكسي بيرهابس التيرنينج ذير انجستشن باي فاجوسايتيك سيلز اور ذير ديستركشن وذين سيتش سيلز. الكوغوليز قلنا عليه احنا قلنا دائما اغلب البكتيريا اللي هي تكون باثوجينز تكون كوغوليز بوزيتيف يعني قابليه على انتاج الكوغوليز انزيم. It's considered as an invasive factor rather than spreading factor. إذا هو يعتبر ك invasive factor أكثر من spreading factors لأن يساعد البكتيريا على الدخول إلى الأنسجة والخلايا وبالتالي تقوم بأحداث المرض. فلهذا يكون وجوده جدا مهم وإنتاجه بالنسبة للبكتيريا يعطيها صفة مميزة أنه as a viral pathogen. سبعة the clumping factors. الفايبرينوجينز بايندينج بروتينز. الكليمبينج فاكتورز من اسمه يعني مثل نوع من الانزيمز او التوكسينز اللي يصعد او كلمبس يعني يتعلق بالفايبرينوجين بايندينج الفايبرينوجين. فلهذا يسحول فايبرينوجين بايندينج بروتينز هير تو ذا فايبرينوجين. الكوغوليز and the clumping factors are distinct entities. الأذر إنزيمز اللي موجودة هو الهالوريدينيز, الستافيلوكينيز, البروتيز, اللايبيز, البيتا لاكتيميز and thermostable nucleases, الDNAs والRNAs. كمل لو أوقف. كمل لو أوقف دكتور. ليش هواية؟ دكتور والله هواية صعبة. من يريد أكمل؟ يا دكتور حباب لكم والتفاعل بعدنا ما وصل الانتيرو بكترياسي ترى الانتيرو بكترياسي كارثة. زين دكتور شو بعدين احنا راح نتفرق بيناتهم كلهم؟ بس هاي صعبة؟ اي دكتور بس اعتقد انه هي واحدة من المادة كلها. ها دكتور هي كلها صعبة بس اعتقد الجاء اصعب. اي جاء اصعب انتيرو بكترياسي اصعب بعد. دكتور ما لازمك العام كانت اسهل يعني اختصار اكثر على ايه صحيح بس مو هنا انا قلت لكم اكثر مره قلت اولا الماده هي اصلا صعبه بكتيريا تشخيصيه. الشغله الثانيه قلت لكم يعني احنا ما نقدر نحذر شيء احتمال باكر عقب جيت امتحان قالوا لكم امتحان تنافسي او امتحان شامل. فانا من حضرت هاي المحاضرات هي على اساس انه امتحان يعني اجهز الطالب ولو نقول 75% من الامتحان التنافسي. فلهذا تكون تشوفون محاضرات كلش هوايه وبيها مواد هواية بس أنا يعني تقريبا مقطي خلينا نقول 90% من كل بكتيريا لأنه يعني هاي مصادر ما بين تقنيات تحليلات اللي موجودة بالمعظم ما بين كتب ما بين هاي. فلهذا تشوفوا شوي دسمة. أحد عنده سؤال على المحاضرة؟ دكتور بس أريد أسألك عن مود السبورولايت. عندنا هنا قلت اكو فتشي انه من لما نشتغل بالمختبر نخاف انه هي سبورو يعني انه مثلا حتى تصيب غير احد يعني العاملين بالمختبر. يعني احنا لازم عندنا معلومات
عن البكتيريا عامة إنه سبور فورمينج. ليش؟ لأنه البكتيريا السبور فورمينج ممكن تأذي العامل بالمختبر. زين. هي هي يعني هي هاي السبورولايت هو اللي يخافون منه. السبور فورمينج بالضبط. البكتيريا إحنا استافوريا اسمه سبور فورمينج. مثلاً مايكوبكتيريوم توبركلوسيس هي سبور فورمينج، فبالتالي ممكن إذا الشخص يزرعها. طبعاً حتى المايكوبكتيريوم توبركلوسيس مو كل واحد يعني يشتغل بها. لأن هي سبور فورمينج، البسلس سبور فورمينج، البسلس سبتايلس سبور فورمينج، تنتشر سبورات. فإحنا دائما نذكر الصفات ضمن الصفات مالتها أنه هي سبور فورمينج أو نون سبور فورمينج، على مود إذا واحد يشتغل عليها بمستقبل كدراسات عليا أو يشتغل بها، لازم يعرف هاي الصفات على مود يحمي نفسه بالدرجة الأولى أنه هاي البكتيريا ما راح تأثر عليها. وضحت؟ تمام دكتور، شكرا. دكتور احنا نخلي من أدها لأنه تكون أنتيسبتك مو؟ يعني ما أتقاوم صاري بزيستك للأنتيسبتك للأكل وهالسوالف بالضبط، أغلبها تكون أسبتك رايف، فلهذا تحتاج إلى معاملة خاصة. ولهذا احنا دائما نذكر أغلب الصفات العامة التشخيصية للبكتيريا والكلاسيفيكيشنز اللي موجودة بها. شباب نزلت الفورمة مع الحضور، فسجلوا بها لأنه 10 دقائق وراح أسدها. دكتور،